وشوشة. كتبت الكتاب ده لأن لكذا حاجة. أول حاجة كتبته لأحفادي ولولادي وللشباب ككل. كتاب لما فكرت أكتبه أنا ما كتبتوش كده عشوائي، أنا كان مطلوب مني في هيئة اسمها الأنتر كوفير مونديال. الهيئة دي بتمثل الكوفير في العالم، وهي بتتكون من 40 كوفير مشهورين في العالم، فأنا واحد من الهيئة دي. الهيئة دي كتبت قصة الكوفيرات 4 من مشاهير العالم زي ألكسندر وبيوم وباتريك ألاز وبيل ساسون، فأنا كنت تقريبا أو خامس واحد الهيئة تهتم إن يكتب قصة حياته، فطلبوا مني إن أنا أكتب قصة حياتي عشان ينشروها للكوفيرات في العالم. وتاني حاجة طبعا لأنه في قصة أحب إن يعرفوها أولادي ويعرفوها أحفادي ويعرفوها الشباب ككل، إن الواحد لما يكون عنده عزيمة وعنده هدف بيسعى ليه تحت كل الظروف بيقدر يحققه طالما إن هو بيبذل مجهود بأمانة في الحاجة اللي هو نفسه فيها. ده موضوع ليه كتب الكتاب.